للحديث أكثر حول قضية المياه في الأردن، أرحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور إلياس سلامة، أستاذ المياه الجوفية في الجامعة الأردنية. أستاذ إلياس، مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا دكتور. فيك. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني في حال زيادة الضخ السنوي من حوض أديسة إلى 125 مليون متر مكعب، هل سيؤثر ذلك على كميات المياه الموجودة أصلا في الحوض؟ يعني هو ضخ حاليا ليس 100 مليون متر مكعب فقط، هو في ضخ من قاعدة إلى العقبة أيضا حوالي 20 مليون متر مكعب أو أكثر. فلذلك الاستخراج حاليا هو أكثر من 120 مليون متر مكعب في العام. إذا أردنا أنه نزيد الضخ فهذا حوض الديسي غير متجدد وتحت الاستنزاف، أي أنه الاستخراج منه سيقلل المخزون فيه دون تعويض، وهي عملية تعدين. طيب يعني برأيك يعني برأيك دكتور، يعني زيادة الضخ من حوض الديسي لحل مشاكل المياه التي يواجهها الأردن بشكل عام، يعني هل سيؤثر على حوض الديسي؟ أنت تتحدث أنه بالأصل مش 100 مليون متر مكعب، هي 120، والآن الوزارة تصرح بأنها يعني رسميا 125 مليون متر مكعب، معناته إحنا بنتحدث دكتور عن أكثر من 125 مليون متر مكعب. إذا أردنا أن نستخرج كمان 25 مليون فيصبح المجمل حوالي 150 مليون، والحوض لا يتحمل كل هذا الضخ، لأنه إما أن تنضب الآبار أو تتردى نوعيتها، فهذا هاي قضية في يعني إلا إذا بدهم يحفروا آبار جديدة في مناطق أبعد. وفي هذه الحالة أيضا هو على حساب المخزون الجوفي، المخزون الجوفي هذا غير متجدد، إذا أنا سأستنزف هذا الحوض في مدة أقل من المخطط لها. طيب دكتور، طيب يعني دكتور برأيك يعني ما هي الحلول الأخرى للحصول وسد هذا النقص في المملكة؟ ما هي الحلول إن وجدت؟ وجد طبعا الحلول موجودة، ومن قبل أكثر من 10 سنوات نعرف عن الحلول. والحد الوحيد أمام الأردن بزيادة كميات يعني خلنا نقول معتبرة من المياه ويعيش الأردنيين في حالة راحة من هذا، هي تحلية مياه البحر في العقبة وضخ المواطنين. هذا الحل معروف من أكثر من 10 سنوات، وكان على الوزارة السير في هذه الإجراءات، إلا أنه تواني الوزارة في الخوض في هذا الموضوع والتحلية هو اللي أخرنا. والأتى هذا جزئيا من أنه أركنت الوزارة على أنه مشروع قناة البحرين المشترك مع فلسطين وإسرائيل سيتحقق، وهذا كان واضح جدا من المحادثات من حوالي 10 سنوات أنه هناك في تلكؤ من الجانب الآخر أن ينفذ هذا المشروع. وكان علينا يعني أنا برأيي نحن وضعنا أنفسنا في هذا الموقف. كيف دكتور يعني تقيم تعامل الحكومة مع الملف المائي حتى ولو كان تعامل يعني متأخر؟ خلينا نحكي، لأنك أنت بتحكي أنه كان من المفروض يعني أن يكون هناك حل نهائي لسد هذا النقص من المياه قبل 10 سنوات. إحنا لازم نعطيهم حقهم، يعني بكميات المياه المتاحة في الأردن يعني الله يعطيهم العافية، فهم يزودون المواطنين بكميات جيدة وبطريقة يعني سليمة. إلا أنه الحلول الاستراتيجية لم تطبق، والحل الاستراتيجي الأساسي لحل هذه المشكلة هو التحلية في العقبة، تحلية مياه خليج العقبة. نعم، وهذا هو اللي أتت فيه اللجنة الملكية في 2009، تحلية المياه في العقبة هي الحل، وليس مثل ما أنت هسه في المقدمة تفضلت بتقول أنه بدهم يضخوا مياه جوفية أكثر أو بدهم يحفروا آبار ويحلوا المياه العميقة. هذا كله على حساب المخزون الجوفي العذب، ويجب على الوزارة أن تبتعد عن هذا الموضوع. أوكي، بدهم يضخوا هسه شوي زيادة 25 مليون من الديسة لفترة مؤقتة سنة أو سنتين حتى تتم عملية التحلية، فأهلا وسهلا فيهم. أما بعكس هيك فهذا تدمير
لموجوداتنا من المياه الجوفية وبطريقة سريعة. وصلت الصورة، شكرا لك الدكتور إلياس سلامة أستاذ المياه الجوفية في الجامعة الأردنية، كنت معنا عبر الهاتف.